من المتوقع أن تؤدي معركة تحرير الموصل إلى نزوح ما عدده مليون شخص من الموصل، ما يفاقم الوضع الإنساني في العراق. وبهذا الشأن يعمل العراق على إقامة مخيمات جديدة لإسكان الأهالي الفارين. الطريق العام الرابط لأربيل بالموصل هو الخط الرئيسي الذي سيسلكه أهالي الموصل الفارين، وبدعم من الأمم المتحدة يعمل العراق على إنشاء مخيمات جديدة على النقطة الوسطى لاستقبال المدنيين الفارين من الموصل. يذكر أن أعمال إنشاء مخيم الخازر انطلقت قبل بضعة أسابيع، وتمت إقامة الآلاف من المخيمات. وقد قال مدير إدارة المخيم إنه من الممكن إكمال جميع الأعمال في المخيم في غضون شهر واحد. المخيم متكون من أربع قطع مثل ما تقول، كل كامب يحتوي على 1250 خيمة، وكل خيمة مع الأربع نفرات، يعني ست نفرات بعائلة كاملة. النازحين الموصل من يبدأ الحرب بالموصل، النازحين كله يجون هنا، النازحين بدون مخيم ما يصير، لازم يجون عندهم مكان، المي والكهرب كله يصير إن شاء الله 10 أيام الأخ، هذول المخيمين، المي والكهرب والشارع كله يكمل إن شاء الله. تجري أعمال بناء المخيم على قدم وساق، وقد قال المدير إن المخيم فيه 5000 خيمة وبوسعه استيعاب 30000 شخص، لكن حسب توقعات الأمم المتحدة فإن عدد النازحين من الموصل قد يصل 200000 شخص. وللتعامل معهم أقامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 5 مخيمات في المناطق الآمنة القريبة من الموصل، وذلك لاستيعاب 45000 شخص. كما تخطط لإنشاء 6 مخيمات إضافية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لاستقبال أكبر عدد ممكن من الأهالي النازحين.